سلام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله محمد وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورطة أفافك برنيا أفسام عليك برنيا جيك ولك دواء ما يمهاتري الأرى، لكن قد ما يدان تقوي إلى يا رب. ويسو أفك مايك ما عتري إيمايا لأرى جيك ولا لك دوا يا أف ما عتري ويا حدنا أف مايا لك دوا إلى يا رب نوم يدن فرب ما يوالي صار يا راسي عدي لو قدر لك هو المقل اليوم لا ما تمين يا لأرى جرى جيك ولا بني إن شاء الله لما لا أف ماك دوا وين وين تك السلام يا دمان كسر يبقى ياش دك مدر لوك وقولي ملاويني كروبينك تبلان مدنى محمود سيد آذن قولها وزير هذا فدرال يا يعني متقن استيد ب وريا شدقان ك إيه ما لقلب كسيدا لما عن خير لوك كسوق يبقى رياش سيدا ودني من سلام سلام تسلم خك سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام سيدا غرتو صاحب ذا إن شاء الله ورك حديب لخنا مجا ولخنا مجا ولخنا مجا وبارك على سبعي وجدي سوي أتى أبصر لك أبو واي لا أنتم أو قبي أبصو أو حجني دلهم وركل لك النجا وهاي سنة رجاسة مجيدة ذلك الله نبدي له وارتة ولوك لك أفسر نبدي وارتة ودبشة يعني متقانة سكالة لين أروى وهاي وهاي نبدي وارتة وأنتم إلا وقت كي شغال قديم أنت قلت يا ماي شر لك وادي ماي ميل الناس كوي أنت سو أرق اللي شيء وهاي رجاسة نبدي لك النادي وهاي ومتان يعني متقانة سوالتنا إهلنا إهلنا إهين دريران إني ولا نسل ولا قبصنا بهاي أول أول واحد بواي ما يعدينا نوضيع شدقانك ورمرتيتك انت لك آخري نبدل لورا قادة صاحب دي دقاتين إيا ونون قادة تاسر ورسا نبد وارت إلى هذا لك الله حمد ورسي دمان تنضب تنكر لماند ويفلاني هدي لا يره دربي غواي غروي الأرض دري مقايد وحدك وفي المبلاي غروي ويره جيك الدين ما يبرها أو مالن كويسة ومرك ويكرم دربكم جيك الدين ما يبرها موضوع حدو نخدر لك هذا لو أين نقول أي نبد لك هذا دي أدرب اللي هو مري أو معنا مثلا برنا ما أين نقول أي سيد نبد نبد اللي إن قاعدة دي درب اللي هو مري أو بعدين شان اللي ولا دانا أي اللي ولا ماي هو اللي فعل نسرع واي ملعنا شرفت على كوات سبانة وركي أو كمبرتيت كي حصارن إن دكان كلا دكمة على كوات سبانة ولا اللي شيء اللي دك دلوقتي دكان سبانة مستقبل شو أكجرا إن يوم سفاي دكان سبانة إذا ما قالوا كسيدا ويكو سبانة أنا يعني إذا ما نكمل من قبيل ويعني متقنا أسكري درج كست اللي هذا سك كست هذا دم بقال دم بشيء اللي كعدي لحقوا هذا وح كست هم قوي لحقوا هذا دوينا ساسا وقال أويا شدران كأنهم كوري نجرب ويفلان حد يقولين شيء إن المسلم أسمع قبيل هان فيت إن لمرنا عدالة ونجوس دليل يارو إنه عدالة هرشان لكن عبد الله يعني متقانا كان سدواي مال أركورة يعني متقانا سدواي حالات سدواي عبد الله فيه الناس النقلة ساسواي لأن المحكمة قرب كسيد ما هي ما محكمة ويك قصيانة وعلى وجه عدالة كتاب إلهي ميل قايت قرصور واي يوم القيامة لك اللي حسابته مدونة إن عدالة يعني متقانا عم دواتو قفكي حق لنا حق شيء يصير كي قردنا قردنا سكي دايت إلهي عم كده وارسة عدي يعني متقانا سيد أتدلين فلي يوم نبدأ نقلاص إن شاء الله.